السلام عليكم خوتي الصيادة، جيتكم اليوم عاوتاني بفيديو جديد على الكمولة ديال الكوتو اللي عندي في الاخر تا نديرو لاشات سوماغين. عندك اليوم كوتو ديال ماكسي لازير اومير، هذا من الاوائل ديال لي كوتو اللي كتخدمت بهم. المهم راه تيكون كله كحل بهاد لاكولور، هادي تيكون كله كحل دابا حيت تيستعمل بزاف، عليه طرت له ديك الصباغة اللي فيه يا الطفلون اللي فيه كحل. وكما تشوفوا البوا ديالو خفيف ماليابل في الشده ديالو، يعني مزيان زوين و روبيوست، ما تيتهرس ما والو. وفي المضاوه ديالو عنده هاد السنينات حنايا كما تشوفوا ماضيين ما تيحفاوش. وعنده حاجه وحده يعني في ناحيه الفيكساسيون، عنده هاد الفيكساسيون هكا يعني كما تشاهدوا باش يدخلوا هنايا ماشي هذا. وعندو الفورو ديالو ماشي اون كاوتشو بلاستيك، يعني قاصح. وفي الفيكساسيون في الرجل تيجي زويون، لا فلاسانتيغ ولا فلاسانتيغ ولا شي حاجه تيجي مزيان. حاجه وحده اللي فيه خايبه وهي لا ماتيير، يعني لا كاليتي ديال الميتال اللي فيه، يعني كما تشوفوا ما عرفتش كيشوش تبان ولا لا. المهم هاي هكا المضاوه ديالو شتي تيبانو هنا مهرس شي شويه، فهمتي؟ الا مضيتيه مزيان يعني فينيتي غازواغ، يعني فهمتي يكون تيقطع ولا هادي غازواغ ولا شي حاجه تبدي تهرس بحال هكا كما تشوف شيوم تبداو يتهرسو، يعني تولي هنا بحال المنشار هنا مدكدك شويه. هذا كامل الطول كامل ديال اللاما بحال هكا، يعني سكيب فين مش بغيتي مطيه حاول تمطيه، ماشي تفينيه مزيان ترققو من هنايا، حاول تمطيه يعني من الفوق، تمشي على حساب التمضيه اللي جاتو من لوزين يعني بهذاك الدوغري. وابار سا راه ما فيه حتى شي حاجه اخرى تتعيب، يعني انا دابا تنمضي مقاد راه ولا مزيان. وكاين الاخر الاومير لازير الصغير ديالو اللي تيدير في الدراع ولا في اليد ولا شي حاجه، ها كما تشاهدوا هذا باقي دابا الطفلون ديالو مازال ما تحيدش. كما تشوفوا ها انت المضاو ديالو مزيان، يعني الا بغيتي تمضي مطي بهذه الطريقه هذه، ما تزيدش ترققو اكثر من هكا، يعني سير على المضى اللي مديرو لوزين. وكما تشوفوا تا هو فيه سنينات، يعني فيه هاد سنينات منشرين هنا ماضيين تا هما نفس فيكساسيون فيه، يعني ما تخاف من والو، خي بالك بحال هكا راه ما تيطيح ما تشي شي حاجه، يعني تيشد بلاصتو وكلشي مزيان. و تيدار في الدراع وعندو هاد سكراتش، شوفو تا هو اومير هذا راه تيتباع ابار، كاين اللي تيتباع معاه بحال هكا بهاد البلاستيكه هادي ديال الدراع، وهذا نيت هو نيت خو هاد سكراتش تيتباع معاه. وكاين اللي تيتباع فيرسيون قديمه بواحد الكاوتشو كبير و تيدار هنايا حتى هو كيمشي سكراتش كاوتشو تيتشد بال بحال البزيم د الصمطه. وهذا هو اللي كنت شريتو معاه في الاول هذا، ولكن ماشي شي حاجه يعني كاوتشو غليظ و وتي برزت شي شويه وحيدتو، عاود شريت هاد السكراتش بوحدو تا هو في الانترنيت ودرتو ليه. المهم تيجي بحال هكا في الدراع تيجي مزيان، وكما تشوفوا ها نتوما ممكن ديرو في الدراع ديالك هكا، يعني تيركب بحال هكا وتشدو بحال هكا تيلصق هنايا وتزيرو وتخدم بيه فاسيلو. ماشي شوف هنا ولا ديرو هنايا في الدراع ديالك، يعني ماشي مشكل. وهو راه ديمونطابل، يعني دو لي فيس ديالو ها هما، عنده واحد هنا وواحد هنا اللور، يمكن ديمونطي وتحيد هذا بوحدو، يتحيد هذا بوحدو كما تشوفو هنايا، هاد البارتي هذا يتحيد كله بوحدو، تيولي بحال هكا، يعني تيولي بحال هكا هو صغير، فهمتي؟ تلصقو تا هو دير ليه هاد السماطي هادو، صافي ولصقو فيه كما تشوفو ها هما هنايا. دخل السماطي هنايا وتلصقو تاهو في رجليك ولا اي حاجه، ولا ديرو في السمطه ولا اللي بغيتي، راه بوسيبل تدخل فيه حتى السمطه من هنايا وتخرج من هنايا، راه عنده هادي واسع مزيان. المهم تاو ديك الساعات كيف ما بغيتي، هما راه مديرينو متعدد الاستعمالات، نتا ديك الساعات تديرو كيف ما بغيتي. ونتمنى نكون فدتكم بهاد لي فيديو هادو وهاد المعلومات اللي عطيتكم على هاد المساعده ديال اومير. وان شاء الله الرحمن الرحيم ما تنساوش اللي عنده شي سؤال ولا اي حاجه افاده يزيدنا فيها لي كومونتير يكتبهم، اللي باغي شي معلومات ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا، وحنا هنايا غير باش نتبادلوا معلومات ونتبادل معكم كاع داكشي ليكسبيريونس اللي دوزت في لاشاط سوماغين. وتنتوما ان شاء الله تبادلوا معنا نفس المعلومات، وابونيفو ولي جيم ولي كومونتير، وما تنساوش البارطاج.
وان شاء الله فراسكم بزاف. السلام عليكم.